طبعا الصورة اللي بعد كده الأخ رئيس إيران مسعود بزيسكان راح قال لك أنا مش عايز، لا أنا بدافع عن غزة ولبنان ومش عايز حرب إقليمية. تمام. وده مهم. تمام. طيب إيه بقى الفلسفة إيران في القصة دي؟ العالم يتامر في، أنا مسميه النادي النووي. أي. عبارة عن 9 دول عندهم قنابل يدوية، أسلحة نووية. أي. أمريكا، إنجلترا، فرنسا، روسيا، الصين، الهند، باكستان، بتاع إسرائيل، وآخر حاجة كوريا. صح. دول 9 دول. كوريا الشمالية. كوريا الشمالية. العالم مش عايز يسمح لدول، لغير دول يخش نووي. مين اللي عايز نووي؟ إيران. مظبوط. وإيران لو خدت النووي هيتغير كل الموقف في المنطقة. ولذلك مين اللي عدو الرئيسي لإسرائيل النهارده في المنطقة؟ إيران. لأن إسرائيل هي اللي عندها إيه؟ النووي. مش عايزة إيران تضرب. صح. النووي. فعشان كده الصورة اللي بعد كده أيام أوباما عملوا الاتفاق النووي 5+1. وقالوا إن إيران مش هتقصب اليورانهم وعشان ما تعملوش حاجة. جاء بعدين أخونا ترامب العزيز راح بالصورة اللي بعديها راح لاغي الاتفاق النووي وراح حاطط عقوبات على إيران شديدة. مظبوط. إيران استحملت كل هذه العقوبات الفترة اللي فاتت فوق ما تتخيل. أي. تمام. نشوفها عقوبات، حظر تبادل الدولار، تخيل مش قادر يشتري حاجة من بره. الإيرانيان إيرلاينز اللي هي شركة طيران إيرانية كلها بالبوينج مش عارفة تشتري، الصورة التانية من فضلك، مش عارفة تشتري قطع غيار. صح. لأن فبتشتري من خلال وسيط فيضرب في 3-4. مظبوط. عقوبات شاملة على البنك المركزي الإيراني، حظر توريد الصلب والمنتجات، من يعني قلب عقوبات اقتصادية صعبة جدا. طيب. وبالتالي حصل تحديات اقتصادية في الشارع الإيراني. طبيعي. اللي بيقابله. طبيعي. طب كل ده ليه كده؟ يعني أنا مستحمل السنين دي كلها ما عارفين نوصل ليه إيران بتعمل كده؟ أنا مستحمل 18 سنة عقوبات، أموالي كلها مجمدة بره. مظبوط. أنت عارف أمريكا كان عندها من شهرين 5 أمريكان مسجونين في إيران. فأمريكا دايما بتطلع ناس بتوعها. أفرجت عن 5 مليار دولار لإيران موجودين في كوريا الشمالية. تخيل كوريا الجنوبية. شوف عشان يطلع 5. فإيران لها بره 120 مليار دولار متجمدين. فعشان كده إيران مستحملة كل ده عشان إيه؟ عشان تطلع النووي. حلو. تمام؟ نشوف الصورة اللي بعد كده، المواقع النووية اللي عند إيران. خلاص؟ لا احنا كده نطينا على انواع الحروب. طيب. دلوقتي احنا خايفين من ايه؟ ان اسرائيل تضرب المواقع النووية. مظبوط. ايران بالنووي بتاعها السنة اللي جاية 2025 هيبقى عندها 5 قنابل نووية. هل تغامر وتخلي اسرائيل تضربها وتضرب المفاعلات النووية ونستحملها وتبوظ كل اللي عمل؟ فهمت السكة بقى؟ فهمت عشان الناس اللي عمال تقول لك اللي بيحصل مسرحية وايران ساكتة ليه؟ لا مسرحية. ايران النهاردة بكل لو ضربت المفاعلات دي هتتأخر 5 سنين كمان في النووي. ودي فرصة اسرائيل. يعني انا لو اسرائيلي، لا ثانية واحدة عشان النقطة دي مهمة جدا، دي رد على كل الاستفسارات وعلامات استفهام اللي عند الناس اللي بيقول لك معقولة ايران ساكتة على اللي بيحصل لحزب الله وحماس وعلى اللي بيحصل لاستفزازها عن طريق قتل مش عارف مين وقتل مين وقتل مين والصواريخ حتى البالستيه اللي هو بيقول لك بلاستيكيه بيهزروا يعني بيقول لك دي مسرحيه هزليه كذا. هنا بقى اذا عرف السبب بطل العجب. ان انا عايز ايران عايزه توصل لسنه 2025 اطلع الخمس قواعدها سليمه سمين. فالنهارده لو حصل كده هتضرب. طيب